اهلا بيكم. واستراتيجية جديدة خاصة بالحصول على باك لينكات من موقع سبسين دوت كوم او باك لينكات من مواقع الترجمات زي ما شرحنا قبل كده في موقع سيو صح. بس الشرح في سيو صح كان مختلف شوية. الشرح اولا كان بالصور وللأسف ما كانش دقيق او ما كانش موضح بالتفصيل ايه المفروض يتعمل عشان نتفادى غلق الحسابات او المشاكل دي. اولا ميزة طبعا موقع سبسين ان هو بيدينا باك لينكات دو فولو وبنقدر نجني منه صورتي للصفحات الداخلية بمنتهى السهولة. طيب زي ما انتم شايفين ده حسابي على موقع سبسين دوت كوم اسمي باي لك. دي الترجمات اللي انا رفعتها قبل كده. وانا طبعا مشترك في موقع سبسين من حوالي سنة ونص او سنتين بترجم افلام. البيش صورتي بتاعت الحساب او بتاعت البروفايل بتاعي زي ما احنا شايفين 25 جيدة جدا. طيب البيش صورتي دي النسخة الجديدة من موقع سبسين. النسخة القديمة من موقع سبسين اللي هي v2.sabsin.com دي اللي احنا هناخد منها الباك لينك لان هو هنا ما بيعرضش البايو بتاع اليوزر في البروفايل بتاعه, بيعرض بس الترجمات. وزي ما احنا شايفين النسخة التانية دو فولو يعني صورتي دي هتتحول تلقائيا للنسخة التانية. تعالوا نفتح النسخة التانية عشان هي دي اللي هنشتغل عليها. هنا البايو بتاعي على موقع سبسين دوت كوم ده اليوزر بروفايل بتاعي زي ما احنا شايفين اليوزر بروفايل اللينك بتاعه الصورتي بتاعته 26. يعني الباك لينك اللي باخده من هنا باخد باك لينك صورتي 26 يعني من لينك واحد بس, طبعا شيء مميز جدا. هنا البايو بتاعك اللي هو التعريف الخاص بيك ده بتقدر تضيفه من عن طريق اوبشنز ايديت ماي بروفايل. وهنا بتضيف مجرد تعريف بسيط وبتكتب مثلا اونر اوف الكيورد بتاعت الموقع بتاعتك واللينك بتاعك. يفضل طبعا انت بتضيف الكيورد ان انت تضيف بس كيورد واحده او كلمه واحده او كلمتين, ما تضيفش الكيوردز كلها عشان ما يبانش ان هي سبام, لان احنا اصلا هنعمل حاجه دلوقتي هي دي المختلفه في الشرح بتاع النهارده, حاجه اسمها فانل لينكس او تصفيه للروابط عشان نقدر نجني باك لينكات من محتوى متعلق بمحتوانا الرئيسي. فده هيفيدنا اكتر, هيخلي قيمه الباك لينك افضل بكتير من مجرد ان احنا نحصل عليها من موقع سبسين دوت كوم. طيب اولا زي ما احنا شايفين اونر اوف سيل فونز. سيل فونز هنا عبارة عن مدونة انا لسه عاملها النهاردة يوم 1 اكتوبر, فيها موضوع واحد بس. والمدونة بتستخدم قالب بلوجر سيمبل اللي هو القالب الرئيسي, وعملت لها تخصيص بس ان انا حذفت السايد بار عشان يبقى الموضوع بس هو اللي ظاهر في الصفحة. وفي وسط الموضوع في وسط المحتوى عندنا كلمة بيست بري بيت سيلفون بلانز على الموقع اللي احنا عايزين نجني ليه الباك لينك. ده اوت باوند لينك اوت باوند واحد, يعني ان شاء الله لما الاثوريتي بتاعت الموقع ده في خلال شهر توصل 26 لما يسحب الباك لينك من موقع سبسين دوت كوم, بالتالي هنسحب الاثوريتي دي لموقعنا احنا اللي هو بيست بري بيت سيلفون بلانز من موقع من محتوى متعلق بيه وباك لينك واحد بس, هيقدر يقوينا في محركات البحث. اتوقع ان شاء الله بعد شهر هنكون طلعنا الصفحه الاولى على كلمه بيست بري بيت سيلفون بلانز. طيب هي دي بقى الاختلاف وهي دي النقطة اللي احنا بنشرحها النهاردة, ان انت بتعمل بلوج بحط فيها موضوع واحد بس موضوع يكون قيم, ما تعملش موضوع ما يكونش الموضوع معمول له سبيننج او اي شيء. حتى ممكن تنقل موضوع من مدونتك الرئيسية, يعني انا الموضوع ده نقله من المدونة الرئيسية بس مغير العنوان, وتحط زي ما قلنا الباك لينك لصفحتك او لمدونتك اللي انت بتستهدفها في جوجل. منتهى السهولة بعد كده هنرجع لموقع سبسين دوت كوم. هنا النقطة بقى الجديدة اللي احنا هنعملها ان احنا هنرفع ترجمات من غير لا كومنتس ولا عفوا من غير ما نحط اللينك بتاع الموقع في الترجمة. مجرد ان احنا هناخد ترجمة مثلا نفتح اي موقع زي موقع بودنابيزي دوت نت اللي عليه ترجمات اجنبية, ندوس فوق هنا على سبتايتلز وبنختار ليتست مثلا ليتست فور موفيز, ومثلا نشوف اي فيلم نختاره ممكن مثلا ذا انترنشيب وننزل الترجمه بتاعته. وزي ما هي كده الترجمه بنعمل لها رينيم كوبي, وبنيجي على موقع سبسين هنا وندوس ابلود وبنكتب اسم الفيلم اللي هنعمل له ابلود للترجمه بتاعته ذا انترنشيب من غير التاريخ الانتاج من غير السنه, هو بيطلع لنا الفيلم على طول. وهنا بتختار النسخة هيرنج امبيرد يعني النسخة مترجمة ترجمة سماعية, وهنا اللانجوج بتختار انجلش على حسب الترجمة. هنا اللانجوج بتاعتنا انجلش. وهنا ريليز نيم اللي هو النسخة اللي احنا خدناها كوبي من
الموضوع اللي هي بنعمل من العنوان الترجمه نعمل كليك رينيم وناخد كوبي، وهنا ريليس تايب، هنا انيميتد اتش دي ريب، يعني اعتقد ممكن نخليها بلوراي، وفريجين بارتس نخليها مثلا نوت انكلودد، وترانسكريبت باي لسننج، وهنا كومنت ممكن تكتب اي حاجه، ممكن تسيبها فاضيه، ممكن نكتب اسمي بس. وهنا الاف بي اس 23 لان احنا جبناه من هنا زي ما احنا شايفين، هنا الاف بي اس 23، وبنضيف الترجمه طبعا، والمفروض بندوس سبميت سبتايتل. طيب بعد ما رفعنا الترجمه زي ما احنا شايفين ذا انترشيب، وده الريليز انفو بتاعتها، هندوس هنا على اد كومنت، هيفتح لنا ديسكريبشن، هنا هنضيف بس اسم النسخه تاني، و اي هوب، وتكتب تحتيها تشيك اوت ماي سبتايتل، ماي سبتايتلز ترجماتي، وتكتب اسم البروفايل بتاعك، تطلع هنا تاخد اللينك بتاع البروفايل بتاعك اللي هو عفوا باي لك، دوس على نيو فيرجن، وتاخد اللينك ده، او تاخد اللينك ده، يفضل ان احنا ناخد اللينك التاني اللي هو بعد ما بتفتح النيو فيرجن، خد اللينك التاني افضل عشان الباك لينك اللي هنسحبه من الترجمات يبقى يوصل على طول للصفحه دي. ده اليوزر اي دي بتاعك زي ما احنا شايفين، ده شكل الصفحه بتوصل لها عن طريق ان انت وانت في الصفحه الرئيسيه بتدوس على الاسم بتاعك، وبعد كده تنزل تحت هنا بتدوس فيو بروفايل اون نيو فيرجن، بعد كده تيجي هنا تختار فيو بروفايل اون في 2 سبسين، وبتاخد اللينك ده ترجع تاني للترجمه وبتحطها على الترجمه بتاعتك، وتاكد ان انت هنا تختار اوبن لينك نيو ويندو، ودوس انسرت، ودوس سبميت بوست. زي ما احنا شايفين دي الترجمه، وهنا يا ريت تقيم الترجمه بتاعتك تخليها اكسلنت عشان تظهر في الصفحه الاولى على طول. هنا ذا انترشيب ان ريتد تشيك اوت ماي سبتايتلز، هنا هتلاقي اللينك ده دو فولو. طبعا الترجمات بتجني اوثورتي زي ما انا وريتكم قبل كده، ترجمه تيكن 2 بتاعتي الاوثورتي بتاعها 26، وهي جنت الاوثورتي دي من صفحه او من صفحه داخليه جوه موقع سبسين اللي هي الصفحه دي زي ما احنا شايفين البيج اوثورتي 26، واللينك اللي خدنا منه الاوثورتي دي هو الصفحه دي. الصفحه دي عباره عن فيلم اتعمل عليه سيرش، ظهرت انا بالنسخه بتاعتي داخل السيرش ده، الصفحه البيج رانك بتاع سبعة البيج اوثورتي بتاعتها 27، وانا قدرت اخد الاوثورتي دي للترجمه بتاعتي. وبالتالي الترجمه بتاعتي دلوقتي هنعدل مثلا تعليق زي ده، ونحط فيه هنا مثلا تشيك ماي سبتايتلز، ونكتب باي لك، وناخد الاكونت بتاعنا ونحطه هنا زي ما شرحنا، ونيو ويندو، وندوس انسرت، وندوس سبميت بوست. زي ما انتم شايفين هنا باي لك، زي ما انتم شايفين دو فولو، اللينك دو فولو. ولو فتحنا الترجمه تاني من النسخه القديمه، طبعا هو لسه ما ظهرش التعليق، هيظهر لان هو ما بيظهرش على طول، بياخد وقت عقبال ما يتعدل. هنبقى بنسحب اللينك ده للبروفايل بتاعنا من الصفحه الداخليه في الموقع البيج سورتي بتاع 26، يعني بسهوله بالغه يا جماعه تقدر تخلي الصفحه البروفايل بتاعك الاسورتي بتاعها عالي زي ما احنا شايفين 26، وتقدر تجني منها باك لينك لموقعين خاصين بيك. الموقع الاول اللي هو بتاخده على الكلمه المستهدفه بتاعتك اللي هي بتبقى البلوج اللي احنا بنحط فيها اللينك زي ما شرحنا عشان ناخد باك لينك ريليفنت متعلق بالمحتوى، والصفحه الثانيه اللي هي فيزيت بايلكس ويب سايت، او زور الموقع بتاع بايلك. الموقع بتاع بايلك هنا هو sayosaha.com، وزي ما احنا شايفين اللي كل الروابط دو فولو، ده دو فولو وده دو فولو.
وده طبعا بتقدر تعمله من خلال ايديت ماي بروفايل، بتضيف الموقع بتاعك، ويب ادرس، تضيف اسمك واللغه، ولو حبيت كمان تضيف فيدز زي مثلا تعالوا نشوف كده السيو صح rss.xml، وناخد اللينك ده ونرجع على الحساب بتاعنا هنا ونضيفه وندوس سيف. ونفتح الحساب بتاعنا تاني. هنا كمان هيبقى عندنا الاوبشنز ان احنا يبقى عندنا كمان الار اس اس فيدز تظهر للمحتوى، تظهر في الصفحه بتاعتنا. كمان في حاجه مهمه جدا، الموقع ده بيتيح ليك ان انت تشترك في الفورم ديسكشنز. الفورم ديسكشنز دي مهمه جدا ان انت تجني منها اوثورتي للبروفايل بتاعك. يعني مثلا ده موضوع الاوثورتي بتاعته 33، مجرد ان انت تكتب كومنت بس ايا كان القصه، يبقى كومنت ليه علاقه بالموضوع يفضل، يعني اقرا كده هم بيتكلموا عن ايه، او تكتب له حتى شكرا فكره رائعه او كده، ده البروفايل بتاعك هتلاقيه مثلا واخد لينك دو فولو زي ما احنا شايفين، بياخد لينك دو فولو. يعني كمان تقدر تجني اوثورتي من مجرد ان انت تعلق بس على الفورم ديسكشنز. يعني يا جماعه طريقه زي دي ممكن تستغلها بس ان انت تقوي موقعك وما تستخدمش حاجه تانية غيرها. زي ما بقول لكم طريقه قويه جدا هتفيدك في محركات البحث بشكل رائع وبشكل قوي جدا. زي ما احنا شايفين دي الترجمه بتاعتنا. اولا الترجمه واخده باك لينك من سبتايتل هيستوري 26. طبعا الترجمه ما بتقعدش كتير لان في ترجمات جديده بتنزل، فكل ما ترجمه جديده بتنزل بتنتقل في الصفحه لصفحه ثانيه وثالثه ورابعه، لكن هي في الصفحه الاولى واخده بيج اوثورتي 26. لو حظك السعيد ان جوجل ارشف الباك لينك ده دلوقتي ممكن تسحب الاوثورتي دي. لكن عامه طريقه جني الاوثورتي للصفحه بتاعتك جوه الموقع او البروفايل بتاعك سهله جدا. ارفع ترجمات من غير سبام، ترجمات مفيدة، ترجمات تهم الناس اللي بتدور عليها زي ما احنا شايفين. check out my subtitles، هنا الترجمة دي هتتعمل لها شير تلقائي على الانترنت، بتعمل لها شير تلقائي. مواقع كتيرة بتاخد الترجمات دي وبتحط اللينك بتاع الترجمة، ممكن كمان تسحب صورتي من بره، وكل ده في الاخر هيعود لصفحتك الرئيسية او اليوزر بتاعك، وكل ده في الاخر هيعود للمدونة بتاعتك اللي هي فيها الباك لينك اللي هيعود لموقعك الرئيسي في الاخر اللي هو بيست بريبيتس الفون براندز. وكل ده بيعتبر مثال بسيط للينك بيراميد لكن قوي جدا وفعال، وكله دو فولو ومحسن وريليفنت كمان، وما فيهوش اي خطوره على موقعك. اتمنى ان يكون الشرح المره دي فاتكم، ويكون الشرح دقيق والشرح سهل. اشكركم واشوفكم ان شاء الله في شرحات قادمه، وكلها حصريه وكلها جديده زي ما اتعودتوا فقط على seosah.com.